لما قام المسيح من الأموات نفخ وقال للتلاميذ اقبلوا الروح القدس. ايه معنى نفخ؟ النفخة ديت ليها معنى عظيم. صار آدم نفسا حية عندما تلقى من الرب الإله. ايه اللي ميز كتلة الطين دي عن بقية الطين؟ ان ربنا نفخ فيه، فبقي انسان مبدع عاقل مفكر ليه شركة مع الله. المسيح المقام من الأموات بقى مش آدم الأول، ده آدم الأخير. مش تلقى النسمة، أدى النسمة. إيه النسمة اللي أداها؟ أدانا ذات نوع وصنف حياته، الحياة الأبدية. نعم. اللي شفناها في الإنجيل النهاردة أداها لنا، وعلينا أن نحيا بهذه الحياة الأبدية. بالمناسبة الحياة الأبدية مش حياة إلى الأبد. أنا كنت أسألك السؤال دوت. طيب. الطبيعي فكرة أي الحياة الأبدية يعني الواحد يعيش الأبد، إيه يعني؟ يعني دي هيبان نتيجتها وأثرها في الأبد. انا تعرف سمعت مرة واحد بيقول لك الخطاط عندهم حياة الى الابد، بس حياة في جهنم. هو في جهنم في حياة، ليس وجود ولا خلود الى الابد. الحياة الابدية هي حياة الله ذاته، الله الابدي. مش كمية حياة اكبر، نوعية حياة مختلفة. صنف حياة الله الابدي، صنف حياة الله بالظبط. من صفاتها، من ضمن صفاتها انها لا تنتهي. ده ضمن واحدة لا من صفاتها، بس هي 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 اكبر من بكتير من مجرد فكره شركتنا نحن مع الاب ومع ابني. ادي الحياه الابديه. لانه لو ما تفهمتش الحياه الابديه، يعني ربما عادي واحد يفهم ان الحياه ما تنتهيش في الانجيل، بل تكون له الحياه الابديه. يعني مش طول العمر. بس هنا ايه معناها في الرساله لما يجي يقول الحياه الابديه ويكررها؟ لو ما فهمناهاش مفهوم ان هي حياه من طبيعه الله الابدي، من طبيعه حياه الله الابدي، اعتقد دي نقطة مهمة جدا ان احنا نحط خط تحتيها.